السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى العطاء لعلاج المرضى بفيروس كورونا في مدينة الصدر ببغداد، فإلى هناك. شلون صحة؟ طيب ان شاء الله. بارك الله بكم، هذا الجهد العظيم. جهد طيب هذا. عندنا 11 قاعة مال وزارة الشباب، نسقت مع السيد وزير الشباب، وزير الشباب ووزير النفط، راح تكمل عندنا. والاقسام الداخلية. ها واحد. دولتكم الثانية ايضا بدينا البارحة بمشروع الخدمة المختبرية لمنطقة الرصافة. بلشنا البارحة بالمستشفى الكندي. عندنا مستشفى الإمام علي ومستشفى الشهيد الصدر، و راح شركة الضلال اخذناها من وزارة الاعمار اللي هي راح تصير متاحة لكل المواطنين. بس مهم جدا هاي يوفر كل الدعم، تعرف ليش؟ نعم. هذا عمل اجتماعي. نعم. قدموا لنا دعم للصحة حتى كثر المبادرات، شوف احنا نهتم بها. توفير الأدوية، المعدات. يجب نهتم بها. اليوم أنا سعيد بوجودي بمدينة الصدر بين أهلي وأحبابي، مدينة البناء والتضحيات. فرحتي لها سببين، السبب الأول هو وجودي بين أهلي وأصدقائي في مدينة الصدر، والثاني هي المبادرة الطيبة التي قدمها أبطال سرايا السلام وقائدهم إلى أبناء الشعب العراقي وإلى وزارة الصحة بتجهيز هذا المستشفى بأكثر من 300 سرير لمعالجة وباء كورونا. أرجع أقول يجب أن نتذكر نحن عراقيون أملنا كبير بالمستقبل. العراق أولا، العراق بيتنا، العراق وطننا، والعراق أملنا. أكرر شكري للأخوان في سرايا السلام، قائد السرايا السيد مقتدى الصدر، التاريخ سوف يذكركم بكل خير. على بركة الله افتتحنا هذا المشروع. أكرر شكري وتمنياتي من وزارة الصحة أن تعطي العناية الخاصة لهذا المشروع الذي أعطى رسالة واضحة عن تكافل وتكامل للمجتمع العراقي بكافة قطاعاته لدعم وزارة الصحة. أمس ساهل ويا الناس، تعرف ليش؟ الناس مرت بهذا الظرف الصعب، ما عندها إيرادات. خلنا الساهل وياها. إيش تحتاج من عندي يعني أقدم لك كل الدعم.
يحتاج. بس دير بالك على المدينة، المدينة تضحيات، شهداء، ناس راحت، متروس أرامل، متروس شهداء. دير بالك عليها يا الله وانت. ما عندنا غيرك بعد. المدينة تستحق هالعين وقبل هالعين.